السلام عليكم، هنشرح برنامج جمعياتي وهو نظام إدارة الجمعيات الخيرية اللي من خلاله بتقدر تتحكم في المتطوعين وفي المنح الواردة للجمعية وفي قائمة المستفيدين وفي الحالات الاجتماعية للمستفيدين، وإن أنت ممكن توزع المنح الواردة توزعها على المستفيدين من شاشة توزيع المنح، وبعد كده بتدير المنح اللي توزعت وتشوف لو في مصروفات بتسجلها، والتقارير بتشمل كل الحالات اللي فوق، وبيانات الجمعية بتسجل فيها بيانات الخاصة بالجمعية، رقم التليفون والاسم والعنوان وكده، بيانات المصمم الخاصة بالبرنامج. الدخول يوزر شين 1. الأول هنبدأ بإدارة المتطوعين، بيانات عامة عن المتطوعين، اسم المتطوع ورقم موبايله والإيميل والعنوان وهكذا. طبعا بنستخدم البحث، إن هو بيفلتر لنا، بيبحث في كل البيانات الموجودة. من هنا ممكن نضيف، وهنا ممكن نعدل أو نحذف، وهنا الأقسام نختار القسم، بيفلتر للناس اللي جوا. هنا نعدل أو نحذف على التخصص نفسه. هنا المنح الواردة من خلالها بضيف منحة أو بعدلها، أبدل القيم مثلا، لا هنا 1000، تعدلت هنا. هنا لو دوست طباعة يجيب تقرير خاص بكل كل الموجود. هنا بيجيب لي متبقي من كل منحة، متبقي منها كام. هنا متبقي من المنح تفصيليا، كل منحة كم موزعة وكم متبقية، القيمة الأساسية. هنا تجميع حسب المنح، منحة العينية كم موزعة 1/18، إجمالي منحة 19. هنا المالية، إجماليات. هنا شاشة المستفيدين، إضافة، تعديل، حذف أو طباعة. هنا الفلترة بأكتر من حاجة، ورقم القومي وبالاسم وبالحالة الاجتماعية وبالجنس. هنا الحالات الاجتماعية الخاصة ممكن نزود مثلا مسن، لأنه موجود، نخليها مثلا طالب. ضفت، عايز نعدل دي مثلا مسنة. هنا توزيع المنح، بنختار الشخص اللي عايز اوزعله، اختار الشخص اللي عايز اوزع له. الخطوة التالية اختار المنحة اللي عايز اوزعها له، فيها 18 متبقي، 11. هنا التسليم، وهنا لما نخش في ادارة المنح هنشوف كل اللي تم توزيعه. ممكن نحذف اي منحة توزعت،
فكرتش ترد تاني. ممكن احذف نفس المنحة اللي انا لسه موزعها هنا في المنح الوردة، نزلت اتخصمت 11 و1 12 12 و7 19. لو جينا حذفناها من هنا حذفتها، نرجع تاني 18 زي ما كانت. هنا المصروفات، طبعا المصروفات متدرجة الألوان بتاعتها. تجريب 110 حسب القيمة، بعد ما بتعدي قيمة معينة بتبقى أحمر أو أصفر أو أخضر حسب المصروف. تقارير، هنا تقارير حول المنح التي تم تقديمها. هنا ممكن أكتب أختار الشخص، يعني عايز أشوف كل المنح اللي خدها، عدد المنح والمساعدات اللي خدها، فبيجيب لي بياناته والمنح اللي خدها اللي استفاد المنحة الأولى أو العكس. لو دخلت هنا حاول تقسيم منحة معينة واخترت بطاطين، هيجيب لي الشخص المستفيد. إذا مستفيد منها 1، إجمالي التوزيع 1، ثم المتبقى منها 18. أشياء تقرير ملخص عن المتبقي والمنح، تقرير مفصل، نسبة التوزيع، البطاطين متوزعة 1/10، تبرع، بطاطين موزع منها 1، تبقى منها 18، القيمة الأساسية 19. هنا تجميعية، ممكن اللي في جمعيتي السعودية، تقارير بالتغير، تغيرت هنا برضو. كلمة المصمم، الإيميل والتليفون، وهنا صلاحيات المستخدمين، إن احنا ممكن نلغي مثلا 20 واحد، ألغي عنه إن هو يشوف المتطوعين، إن هو لو لغيت دي وعدلتها وغيرت الباسورد مثلا خليتها 3 كده، يبقى اليوزر ده مش عارف يخش على شاشة المتطوعين. نجرب ونعمل تسجيل خروج، 20 3 دخول طوعين، عفوا كده. البرنامج ببساطة انت ممكن من خلاله تضيف متطوعين او منح وردة او مستفيدين او حالة اجتماعية خاصة بيك وبالمستفيدين، او توزع وتدير المنح اللي توزعت والمصروفات الخاصة بالجمعية زي الايجارات والكهرباء والمصروفات. هنا التقارير، وهنا صلاحيات للمستخدمين للبرنامج، وهنا بياناتك الشخصية، بيانات الجمعية الخاصة. ممكن هنا تسجل خروجي وروح تدخل باسم مستخدم تاني.
كده البرنامج ببساطة. شكرا ليكم.